شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. أي والله لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. الله أكبر. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
تصبك حسنة تسؤهم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لا قوة إلا بالله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب فتربصوا إنا معكم متربصون.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم حياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما
وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله 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 فريضة من الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله.